مرحبا أيها المفكرون الصغار، سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف الباء. هكذا يكون شكل حرف الباء. سنبدأ عزيزي المتأمل بمهارة الاستماع، وستقوم بدورك كمتعلم البكالوريا الدولية بالاستماع إلى القصة وإعادة سردها بلغتك الخاصة، قصة حرف الباء. سكر وسمسم يلعبان أمام البيت. عاد بابا إلى البيت وهو يحمل ألعابا كثيرة. فرح سكر وسمسم بالأرنب الأبيض الجميل وقالوا لبابا شكرا. قال سكر: بابا، هل يشرب الأرنب الحليب؟ ضحك بابا وقال: الأرنب يأكل العشب والجزر. قال سكر: أنا أحب الأرانب. النهاية. ثم ستنتقل أيها المتأمل إلى مهارة التحدث. ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل لوحة حرف الباء وتعبر عما تشاهد في هذه اللوحة، وتنتقل إلى قصة حرف الباء بعنوان البطريق بدر. ستقوم عزيزي المفكر بالاستماع إلى قصة البطريق بدر وتأمل الصورة الموجودة أمامك، من ثم محاولة إعادة سرد قصة البطريق بدر بلغتك الخاصة، ثم عليك الانتقال إلى حل ورقة نشاط قصة البطريق بدر، وذلك باستخدام استراتيجية المطابقة، فتقوم بمطابقة الكلمات ومطابقة الصور. بعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى مهارة القراءة. هنا عزيزي المتواصل، سيكون عليك القيام بدورك كمتعلم في جزئية مهارة القراءة، فتقوم بتمييز اسم حرف الباء وتمييز صوت حرف الباء. اسم الحرف باء، صوت الحرف ب. وأيضاً عليك نطق حرف الباء مع المدود القصيرة: الفتحة والضمة والكسرة. باء فوقها فتحة تنطق ب، باء فوقها ضمة تنطق ب، باء تحتها كسرة تنطق ب. عليك أيضا تمييز حرف الباء مع المدود الطويلة: الألف، الواو، الياء. حرف الباء يليه حرف المد الطويل ألف ينطق ب. حرف الباء يليه حرف المد الطويل واو ينطق بو. حرف الباء يليه حرف المد الطويل ياء ينطق بي. عليك أيضا أن تكون مفكر ومتواصل، وذلك من خلال تجريد حرف الباء من الكلمات بقرة. يوجد حرف الباء في بداية كلمة بقرة: باء ب بقرة. هنا عزيزي المتعلم، ستقوم بدور المستكشف الصغير وتساعد سكر في هذه الرحلة في هذه الغابة الجميلة، فستبدأ من البداية وتمشي وتبحث عن أي صورة يوجد في اسمها صوت حرف الباء. وآخر مهمة لك عزيزي المهتم في درس حرف الباء هي مهمة مهارة الكتابة. ستقوم بتوظيف مهارة إدارة الوقت والالتزام بتلوين حرف الباء والباب دون تخطي حدود الرسمة في هذه الصفحة. عليك القيام بدورك فتقوم بكتابة حرف الباء منفصلاً وحرف الباء بداية الكلمة، ومن ثم كتابة الباء مع المدود الطويلة. هذا ما في جعبتنا لهذا الأسبوع لدرس حرف الباء.